ترى عليا عليه السلام. لما رأت زينب رأس أخيها فنطحت بمقدم المحمل حتى خرج الدم من تحت قناعها، وأومأت إليه بخرقة وجعلت تقول: يا هلالاً لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدراً مكتوبا. يا أخي فاطم الصغيرة كلمها فقد كاد قلبها أن يذوبا. يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار صليبا. يا أخي لو ترى علياً لدى الأسر مع اليتم لا يطيق وجوبا، كلما أوجعوه بالضرب نداك بذل يفيض دمعاً سكوبا. يا أخي ضمه إليك وقربه وسكن فؤاده المرعوبا، ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه مجيباً.